يقول: هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في الخطبة، أو أن تحمد الله إذا عطست؟ استشكل هذا بعض أهل العلم لما ورد من أدلة في هذا الباب، والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي عليه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تأدية لحقه واستجابة لأمره يصلي في نفسه ولا يرفع بها صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لأخيه أنصت أنه قد لغى، أنه قد لغى. قال العلماء: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد لغوا لما فيه من التشويش بهذه الأصوات، فكذلك كل ما كان بمعناه من الخير الذي يعمله، حتى يكون المجلس مجلسا نافعا وفيه أدب العلم وتعظيم أمر الخطبة والاستفادة منها، فلا ينبغي أن تكون هناك أصوات تشوش، لا ينبغي أن تكون هناك أصوات تشوش. لا تقول لأخيك أنصت، ولا كذلك ترفع صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحمد الله برفع الصوت، قل في نفسك بتحريك شفتيك يكفي هذا.